السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة. اليوم سأقدم لكم موضوع جد مهم عن سورة عظيمة، وهي سورة ياسين. وسأشرح لكم مميزات وفضل هذه السورة على من يقرأها. يشعر المرء عند تلاوة السورة بالراحة النفسية والذهنية، ولا بد عند تلاوة السورة أن يكون لديك نية صافية للتوبة إلى الله وقضاء حاجتك. فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة. لسورة ياسين فضل كبير، فمن قرأها حين يمسي وحين يصبح غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لقبت هذه السورة بقلب القرآن، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين. وردت في سورة ياسين قصة من القصص القرآنية، وهي قصة أصحاب القرية والرجل الصالح. وقيل أنه رجل نجار يسمى حبيب النجار، كان يعمل في أقصى المدينة، فالتقى بالأنبياء الثلاثة فسألهم: من أنتم؟ فقالوا: أنبياء. ودار بينهم حوار، فأسلم لهم وتفقه على أيديهم، فأصبح داعية من الطراز الأعظم الفريد. ولكنه وجد أهل أقصى المدينة يكذبون هؤلاء الرسل، فجاء حبيب النجار مؤمن آل ياسين يدعو قومه إلى الإيمان وتصديق الرسل، ويصف القرآن ذلك فيقول: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فحدثهم عن أسباب إيمانه، وناشد فيهم الفطرة السليمة التي استيقظت فيه: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. ولكن قومه زادوا في طغيانهم فقتلوه. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فدخل الجنة. فوائد السورة في التخلص من الأعمال والسحر. سورة ياسين لها قدرة كبيرة في التخلص من السحر والأعمال الشريرة. تساعد قراءة سورة ياسين من علاج القرين، وتساعد في طرد الشياطين من المنزل، تعالج جميع الأعراض والحالات. فوائد تلاوة سورة ياسين: تساعد في القرب من طاعة الله سبحانه وتعالى، تعمل على حل المشاكل النفسية، تساعد على وجود الخير في المنزل. تقوم سورة ياسين عند تلاوتها في فك الكرب وراحة البال والشعور بالأمن والطمأنينة في القلب. سأقدم لكم أيضا دعاء سورة ياسين لقضاء الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا مفرج
فرج عنا يا غياث المستغيثين، أغثنا أغثنا يا رحمن، ارحمنا يا رحمن ارحمنا. اللهم إنك جعلت ياسين شفاء لمن قرأها ولمن قرأت عليه، ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة، وسميتها على لسان نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعمة تعم لصاحبها خير الدارين، والدافعة تدفع عنا كل سوء وبليه وحزن، وتقضي حاجتنا، احفظنا عن الفضيحتين الفقر والدين. سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا مفرج فرج عنا همومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد، واستجب دعائي بلا رد. اللهم إني أعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدين، ومن قهر الأعداء. يفعل الله ما يشاء بقدرته، يحكم ما يريد بعزته. سبحان المنفس عن كل مكروب وعن كل محزون، سبحان العالم بكل مكنون، سبحان مجري الماء في البحر والعيون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا مفرج فرج عنا، يا مفرج فرج عنا، يا مفرج فرج عنا، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا الله يا الله يا الله يا الله، يا حميد يا مجيد، يا ما عندك مرادي عليك حفظي، يا ناصر يا معين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا عن كل حال بفضلك يا حليم، برحمة سورة ياسين، ببركة اسمك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم منزل الكتاب، ويا مجري السحاب، ويا هازم الأحزاب، انصرنا على جميع الأعداء. اللهم إني أسألك بحق سورة ياسين وأسرارها وأنوارها وبركتها، أن تتقبل مني ما دعوتك به، وأن تقضي حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد مني وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله أولا وأخيرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه الطيبين الأخيار الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس يا أرحم الراحمين. سبحان الخالق، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما في سعة علمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. أتمنى أن يعجبكم هذا الموضوع عن سورة ياسين، من أهم السور المهمة التي يجب عليكم قراءتها يوميا كل مساء، وإن شاء الله ستجعلون من حياتكم نور وازدهار إن شاء الله بإذن الله عز وجل. المرجو الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله، وأيضا سيكون هناك مواضيع جد مهمة، مواضيع دينية إن شاء الله لشهر رمضان. أتمنى لكم الخير والنجاح في حياتكم، وشكرا وإلى اللقاء.